Ben Steve. I can feel it somewhere inside haunting, like a drug I keep on. Lionel Messi. تحكم مذهل بالكرة. ليونيل ميسي فكرية إذن يسيطر على الكرة. نقل الكرة إلى الأمام. فرصة خطيرة. ليونيل ميسي. أي تألق. شيء جاهز لمتابعة ممتعة. أوه. يا إلهي على هذه الأجواء الجميلة. منتظر كرة قدم ممتعة. ننتظر أداء اللاعبين، أقدام اللاعبين، الأهداف، المتعة، المستوى العالي في مباراة اليوم. ليونيل ميسي كرة بالمرمى. ليونيل ميسي تحرك جميل. كرة معه الآن. ماذا سيفعل ليونيل ميسي؟ كرة من أجل مباراة كرة قدم ممتعة، لأن الأجواء رائعة بشكل عام. الطقس جميل، أجواء رائعة في المدرجات، سماء صافية، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن أن يحدث على أرض ليونيل ميسي. ليونيل ميسي الكرة داخل الشباك. يوم كبير جدا. عادوا ليسجلون مرة أخرى. أي تألق في مباراة اليوم. أي روح عالية. أي قتالية. هدفين مرة أخرى في غضون دقائق. لعبة بانطراز عالي. لمسة في منتهى الروعة. من حارس مرمى. يا لها من ردة فعل جميلة جدا. تسديدة رائعة، لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. ماذا بعد كل هذا؟ هل ليونيل ميسي ضربهم كواهم أحرق مرماهم؟ سافا يبحث عن زميله. وحالة انفراد. ليونيل ميسي يلعب كرة. يا إلهي. منافسة قوية جدا جسديا بين اللاعبين. ليونيل ميسي كرة باتجاه المرمى. ميسي ينطلق بمجهود فردي. ليونيل ميسي مرت الكرة بشكل جميل. يندفع بقوة إلى الأمام. يا لها من فرصة خطيرة. يمر ليونيل ميسي يحاول يسدد. ليونيل ميسي يلعب كرة قصيرة. هل يمكن ليونيل ميسي تلعب أمام فرصة للتسجيل؟ ليونيل ميسي الله على روعة الهدف. وضع الكرة ساقطة بإتقان شديد. الكرة تحرك جميل بالكرة. ينجح في المرور. هذه فرصة خطيرة. استقبلت ليونيل ميسي. ميسي تحرك جميل. كرة مع الآن. ماذا سيفعل مع هذه الكرة الخطيرة؟ ليونيل ميسي تلعب الكرة جميلة. جول. الله على البيت.
وثنائية وتألق ومستوى كبير وقوة شخصية لعبة من طراز عالي مرور جميل مهارة عالية ليونيل ميسي ليونيل ميسي يا سلام أداء يلعب كرة بيضاء ليونيل ميسي يلعبها في المرمى كرة بينية ليونيل ميسي هدف لبرشلونة لعبة من طراز عالي لمسة في منتهى الروعة روبن فيزو من سيستلم هذه التمريرة الطولية ميسي يحاول اختراق الدفاع بمهارة العالية بإمكانيات الهائلة الحكم يشير لوجود خطأ ضربة حرة وصلت إليه ليونيل ميسي ليونيل ميسي ينطلق بنجاح ماذا بعد ليونيل ميسي لعبة في منتهى الروعة من أين لك هذا من أين أتيت بكل هذا جول جميل قوة كبيرة وشجاعة ينجح المدافعين في إيقافه ليونيل ميسي الله أكبر لعبة في منتهى يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدم ليونيل ميسي في منتهى الروعة هدف يوم كبير جدا عادوا ليسجلون مرة أخرى أي تألق في مباراة اليوم أي روح عالية أي قتالية هدفين مرة أخرى في بدون دقائق فاتتك الانطلاقة فلا داعي للقلق لأن المباراة بدأت للتو ليونيل ميسي ليونيل ميسي كرة في الشباك ميسي تمريرة جميلة اختراق جميل ليونيل ميسي يا إلهي
جنونا وثنائيا وتألق ومستوى كبير وقوة شخصية. في هذا اللقاء ليونيل ميسي يأتي الآن، لديه الفرصة الخطيرة. ليونيل ميسي، هدف لبرشلونة. غريزمان، يا سلام، ليونيل ميسي ضربهم، كواهم، أحرق مرماهم. شوف الباص العالمي، شوف اللمسة. هذه الكرة يا جماعة، هذه المتعة، هذه الكرة التي نحب أن نشاهدها. منطقة الخطر، ميسي، تحكم مذهل بالكرة، يعدي